السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلاب في محاضرة جديدة من محاضرات الـ DSP. اليوم راح ناخذ موضوع الـ Properties of Discrete Time System. نحن تعرفنا على Discrete Systems ورسمناها وإلى آخره. شنو هي خواصها؟ أول شيء عندنا System with Memory. كيف نتأكد أنه System has Memory أو Memory أو System Memoryless؟ نتأكد السيستم هاز ميموري إذا السيستم في تايم معين اللي هو واي نوت ان ات ان يعتمد على input values other than x نوت ان. يعني السيستم في لحظة معينة يعتمد على لحظة مختلفة سواء كان قبل أو بعد. يعني مثلا هذا السيستم اللي عندكم y of n يساوي y of n ناقص واحد زائد h of n ناقص واحد. اللحظة n واللحظة n ناقص واحد واللحظة n ناقص واحد إذا هاز ميموري. ليش؟ لأن ما على نفس اللحظة، كل لحظة شكل n ناقص واحد n ناقص واحد، ناقص أو زائد ما مشكلة، بس أهم شيء يعتمد على لحظة ليس فقط في ال n. بينما هنا y of n يساوي 5x of n، هذا ميموري ليس لأن ال y في اللحظة n يعتمد على ال input في اللحظة n أيضا. في اللحظة n أيضا، إذا حسب الانبوت، الانبوت يعتمد بأي لحظة يؤدي إلى output في أي لحظة. فإذا يا إما هاز ميموري نكتب عليه أو نكتب عليه ميموري ليس. هذا السيستم اللي تشوفوه أمامكم هذا هاز ميموري، هذا هاز ميموري لأنه أيضا x of n ناقص واحد هاز ميموري. على فكرة هذا يرسم بهذه الطريقة، يعني عندك x of n تدخل إلى summation، والـ x of n تصير تدخل إلى delay يطلع x of n ناقص واحد، وزائد وتضرب في نص يطلع لك الـ y of n. من الممكن طلاب أجيب لكم رسم للسيستم وأنتم ترسموا لي إياه. The system with n in event density invertibility. system نقول عليه invertible إذا قيم محددة للإنبوت تؤدي إلى قيم محددة للأوتبوت. يعني إذا أمكن انعكاس العملية وإرجاع الأوتبوت، يعني إحنا نطلع أوتبوت يساوي لنا إنبوت، إذا ممكن نرجع الأوتبوت مرة ثانية نقول عليه انفرتبل، إذا ممكن نرجعه مرة ثانية نقول عليه انفرتبل. على سبيل المثال هذا السيستم y of n يساوي القيمة المطلقة ل x of n، هذا الناتج ماله إذا دخلت n أو دخلت ناقص n الناتج ماله n، فبالتالي ما راح أقدر أستعيد input مرة ثانية إذا كان n أو ناقص n، لأن يعني أنت احتمال يكون 2 أو احتمال يكون ناقص 2، يعني output دائما ماله 2. زين هل دخل 2 لو ناقص 2؟ ما تعرف، فهذا non-invertible أو not invertible. إذا ممكن استخراج الانبوت من الاوتبوت هذا نقول عليه انفرتبل او نون انفرتبل. الانفرس سيستم، انفرس اوف ا سيستم ذا انفرس اوف ا سيستم اوف ا سيستم تي از ا سكند سيستم تي اوف اي ذات ويز كاسكيدد وذ تي يلز ذا ايدنتيتي سيستم. يعني السيستم بي انفرس وما بي انفرس، اذا من الامكان تولد سيستم اخر، هذا السيستم الاخر يؤدي انه الاوتبوت هو مشابه للانبوت، يعني الانبوت من دخل الى الاوتبوت من ممكن استرجاع الانبوت مره ثانيه، نقدر نقول انه هذا ال y of n يساوي x of n، نقدر نقول has inverse، has inverse، من ممكن انه رجع الايدنتيتي ماله فhas inverse. اذا هذا الانفرس سيستم. اذا بالامكان استخراج الانبوت من السيستم باستضافة سيستم آخر، هذا نقدر عليه نقول the system has inverse أو the inverse of a system فلانشي. هاي لحظة مهمة طلاب. ال causal system، system is said to be causal أو سببي when at any time is dependent on the input only and the present time in the past. يعني ال x أو y of n يعتمد على ال x of n أو الـ x of n ناقص، يا إما على الـ input أو على الـ past، إما على الـ input أو على الـ past. يعني مثلا هذا
هذا not causal system. ليش؟ صحيح هنا n عندي وهنا n ناقص واحد، بس هنا عندي n زائد واحد، يعني يعتمد على قيمة مستقبلية، إذا non causal system. إذا لازم يعتمد على ال n، y of n يعتمد على ال n ويعتمد على ال n ناقص. من يجيني n زائد قيمة معينة something، هذا السيستم not invertible. Not invertible لأن لازم عندك ال x of n زائد واحد موجودة، لازم تعرف future value. ال d ناقص واحد يعني يعتمد unit advance، يعني ال d ناقص ال d هذا هنا كنا رسمنا السيستم هنا ايه، هذا d ناقص، اذا d ناقص واحد يطلع لك ال x of n x n زائد واحد، اذا d للاس سالب واحد يطلع لك x of n زائد واحد، اذا d بواحد يطلع لك x of n ناقص. اوكي طلاب، طيب نجي هنا على اللي قلنا هنا ايه، هذا لا يمكن ان يكون causal system لانه n زائد n زائد ايه x of n، تدخل على d يطلع لك x of n ناقص واحد، تدخل على d مرة ثانية x of n ناقص واحد، لأن يعني d delay unit delay unit advance d سالب واحد ينقصها من قبل واحد، يعني ناقص n ناقص n اثنين زائد واحد، قيمة مستقبلية بالنسبة لهذا، قيمة مستقبلية هذا d له السالب. ال stability bounded input bounded output، يعني هل هناك قيمة محددة لل input تجعل ال output غير محدد؟ إذا الـ output remains bounded for any bounded input نقول عليه stable، وإلا نقول unstable. يعني مثلا إذا أخذنا y يساوي sin n، sin n الـ x of n sin n، زين لا يمكن بأي قيمة من قيم الساين أن تكون غير محددة، لكن إذا قلنا tan، إذا أخذنا الظل تعرفون إيش الساين وإيش التان، من الممكن انه اذا اخذنا قيمة من قيم التاني اللي هي باي على اثنين input، input اذا كان باي على اثنين زين، input اذا كان باي على اثنين راح يكون التان ماله غير معروف، لانه واحد على صفر غير معروف، اذا لابد ان يكون bounded input input محدد، bounded output output محدد، اي قيمة من قيم الانبوت هي محددة وتجعل قيمة مال الاوتبوت غير محددة نقول عليه غير مستقر. عندك time invariant system نقول عليه انه time invariant if a time shift of input results only the same shift at the output، يعني time invariant إذا شفتت الـ n بمقدار n ناقص n not، إذا عوضت مكان كل x x of n ناقص n not لازم يطلع الـ y of n n y of n ناقص n not، نفس الشفت نفس الشفت. يعني مثلا هسه نجي على هاي y of n يساوي exponential of x of n، هذه time time invariant system، يعني راح تسوي تعوض مكان n ناقص n not راح يطلع لك ايضا expression of n ناقص n not، وهنا ايضا time invariant system على time invariant system. زين هنا y of 2 of n ايش راح يصير؟ exponential of n x of n، راح ايش راح يصير عندك اذا عوضت مع كل n داخل القوس n ناقص n not، هنا n ناقص n not، هنا exponential of n ما راح تتشفت، مو كل x of n راح تصير نفس الشفت مال الاوتبوت، فراح تصير time varying تتغير مع الزمن time varying. linearity اول شيء اعوض مكان ال مكان ال x of 1 x1 of n هي a x of 1 of n و x2 زائد x2 a 2 x of 2 of n، اعوضهم اثنيناتهم بحيث يطلع لي الاخراج a1 y y of n a2 y2 of n، زين هاي امثله عليها طلاب.
إذا كان ال y يساوي x of n تربيع، فال x1 أحسب إن x1 تربيع n هي y1، وال x2 هي x2 n تربيع y of n. إذا جمعنا هذا زائد هذا هل راح يؤدي إلى y2 زائد y1 زائد n زائد y2 of n؟ نعم، إذا جمعت الإدخال راح يطلع نفسه الإخراج، راح يطلع نفسه على الإخراج، فهذا linear time invariant system. A linear time invariant system is linear system because it's also time invariant. إذا linear time invariant system for continuous underscores is embraced of the book. هنا راح نتعامل دائما مع linear time invariant system، يكون linear ويكون أيضا time invariant system دائما، اللي هي يكون أنه هو linear ويكون أيضا invariant مع ال تايم، مع ال تايم. هاي محاضرة هنا مع طلاب، احتاج راح نعطي أمثلة المحاضرة الجاية، يرجى طبع المحاضرة ويدخلها لديكم. شكرا.